حقيقة أنا عاوزة أبدأ الفقرة برسالة، رسالة للمرأة المصرية، بما أننا بنحتفل اليومين دول بعيد الأم، كل سنة وكل أم طيبة وبخير. المرأة المصرية اللي أثبتت أنها مسيرة عطاء بلا حدود، عطاء للوطن، للعمل، للبيت والأسرة كمان. المرأة المصرية تاريخ من النضال المشرف على مر العصور، دايما واقفة كده قوية وسند للبلد في وقت الأزمات، وده مش جديد عليها الحقيقة. المرأة المصرية هي الزوجة، هي الابنة والأخت والأم كمان، العظيمة الصبورة الوطنية اللي بتقدم ابنها شهيد يلبي نداء الوطن، وبتواصل كمان مسيرتها الوطنية من غير أي حزن. المرأة المصرية اللي بتنزل تشتغل علشان تساعد في توفير احتياجات بيتها وأسرتها. المرأة المصرية اللي بتتبرع بذهبها وفلوسها علشان تساهم في بناء مستقبل أفضل للبلد دي، علشان تكون نموذج ملهم للتفاني يستحق كل الثناء والتقدير. وحتى في الأزمة، عايزة أقول لكم اللي بنمر بيها دلوقتي، أزمة فيروس كورونا، كانت المرأة المصرية موجودة وحاضرة علشان تحمي ولادها وأسرتها من فيروس عدو للبشرية.